السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في الجزء الثاني من Lesson 1. هنتكلم على The Mass Measuring Tools، أدوات قياس الكتلة. Number 1، عندي حاجة مشهورة جدا اسمها Common Balance اللي هو الميزان المعتاد، Two Pane Balance وليه اسم تاني الميزان ذو كفتين. الميزان دوت لما بتروح مع ماما للسوق وتلاقي الراجل بيوزن لها ال Vegetables وال Fruits بيحطها على الميزان دوت، يبقى اسمه Common Balance. نمبر 2، sensitive balance. sensitive balance اللي هو بيقول عليه الميزان الحساس، ميزان صغير موجود عند الراجل بتاع المجوهرات، بيقول عليه jewelry، بيقول عليه ايه jewelry، محل المجوهرات دوت. to measure small masses، to measure small mass، الحاجات الصغيرة like ring زي الخاتم، anything of gold اي حاجة مصنوعة من الذهب، or silver او فضة. لما عايز اعرف تقلها قد ايه بستخدم حاجة اسمها sensitive balance. okay so the mass measuring tools، the mass measuring tools ايه هم؟ common balance و sensitive balance. common balance for big things، sensitive balance for small things. السؤال ده جميل جدا، بيقولي complete. common balance is used for measuring، ده بقيس بيه ايه؟ the mass. عايز بقى تزود تقولي mass of fruits، okay mass of big things، okay، بس اهم حاجه في الاول تكتب كلمه mass. the mass measuring units، يا ترى انا لما بقول بشتري مثلا fruits فاكهه مثلا وبشتري مثلا اورنج، الراجل بيقول لي عايز كام كيلو، فكلمه كيلو كيلو جرام هي دي اليونت. اوكي فعندي جرام وعندي كيلو وعندي كيلو جرام. لما بتجيب حاجات مصنوعه من الذهب or silver، لما بعمل حاجات في المعمل، حاجات الكيميكال، بحط مواد كيميائية، حاجات كده بحط كمية بسيطة جدا، الحاجات الصغيرة دي بقول عليها جرام، بقول عليها ايه؟ جرام. ف the mass measuring units number one جرام، وليها الاختصار بتاعها اللي هو الجي. when we measure small masses، الحاجات الصغيرة such as golden jewelry، الحاجات المصنوعة من الذهب عند راجل جوهرجي، or chemical in the lab، الحاجات الكيميائية زي المواد. لما تروح كده الصيدلية والراجل يقعد يحط لك الدواء التركيب، يحط كمية صغيرة على حاجة تانية، يعني حاجة على حاجة، الحاجات دي تبقى بالجرام، حاجات صغيرة. نمبر 2، عندي حاجة اسمها كيلو جرام والرمز بتاعه كي جي. when we measure large mass like fruits and vegetables، بجيب الفروتس والفيجيتابلز بجيبها بالكيلو. اوكي ما تنساش ان في حاجة اسمها طن. طن دي for very very big masses، يعني مثلا لما اقول عندي elephant، الاليفنت دوت قد ايه؟ مثلا هقول 3 طن، حاجة كبيرة جدا. don't forget، ما تنساش ان 1 طن equal 1000 كيلوغرام، 1 كيلوغرام equal 1000 جرام. complete. كيلوغرام ايه ده unit of measuring ايه؟ كيلوغرام ده بتاع مين؟ يخص مين؟ وحدة مين؟ وحدة الماس. كيلوغرام is the unit of measuring mass، كيلوغرام ده الوحدة قياس الماس. اوكي وبرضو هنعمل نفس الحاجة اللي عملناها في الدرس اللي فات، هعمل دايرة واطلع منها خمس خطوط وهسمي الدايرة دي ماما ماس. هتخيل ان في واحدة اسمها ماما ماس ودي عندها كام عيل يا مستر؟ عندها خمس عيال. اول عيل هسميه common balance، تاني عيل هسميه sensitive balance، تالت عيل جرام، كيلو جرام، طن. ماما ماس have five children، ايه هما ولادها؟ common balance for big masses، sensitive balance for small masses، جرام، كيلو جرام، طن. اوكي بعد كده هنخش على حاجة اسمها the volume measuring tools. again the volume measuring tools، ادوات قياس الحجم، عايز اقيس الحجم. هتظهر لنا تاني حاجة اسمها measuring ruler اللي احنا قبل كده كنا واخدينها فين؟ ها حد يقول لي الرولر دي كنا واخدينها مع اللينس صح؟ مع ايه؟ مع الطول. بالظبط كده. هناخد دلوقتي measuring ruler ازاي اقدر استخدم المسطرة اقيس بيها حجم شيء قدامي. يعني مثلا انا عندي كيوبويد، عندي شيء، عندي مثلا مكعب، عايز اعرف its volume، هعمل ايه؟ عندي البوك بتاعك، الكتاب بتاعك، عندك بوكس صندوق، عايز اعرف its volume.
طالما عندي شيء محدد، الشيء دوت عنده لينث ويدث وهاي، الشيء ده عنده طول وعرض وارتفاع، ليه يعني ليه 3 ابعاد 3 دايمنشن، هستعمل حاجه اسمها الميجرنج ايه رولر. الميجرنج رولر هقيس بيها اللينث، after that width, after that high, and time is it. Length time is width time is high. Okay. Number two, graduated cylinder. Graduated cylinder. حاجة كده بالظبط عاملة زي الأنبوبة كده طويلة ومخططة، وكل خط عليه رقم. مثلا أنا عندي small amount of water، عايز اعرف its volume حجمها قد ايه. Pour the water، هكب المية دي in the tube في الانبوبة، وتشوف المية تقف عند انيو خط. الخط دوت هيبقى هو ده the volume of the water. اللي فيكو عنده بيبي صغير، لو انت عندك بيبي صغير هتلاقيه مثلا ماما وهي بتحضر له الببرونة بتاعته بتحط له مثلا اللبن وتقف عند شرطة معينة. نفس الفكرة بتاعتها هي انا بعرف الحجم بتاعي من خلال الشرطة دي. اوكي، فانا كده يا مستر the volume measuring tools عشان اعرف اقيس الحجم بستعمل حاجتين: measuring ruler المسطرة بتاعتي، لو عندي الحاجة دي الشيء اللي انا هقيسه regular. يعني ايه كلمة regular؟ يعني شيء منتظم. يعني ايه برضو عايز افهم؟ يعني عنده length، عنده طول، عنده width، عنده عرض، عنده high. زي ايه كده يا مستر؟ زي الصندوق cuboid، زي المكعب. نمبر 2، لو انا عندي شيء irregular، شيء غير منتظم، like water، زي المية. المية دي حد فيكم يعرف يمسكها؟ مية، شيء غير منتظم شكله بيتغير، like stone، عندي مثلا طوبة، حجر كده، شيء كده مكعبل. هنعرف قدام برضو ازاي نعرف ايه نقيس. The volume measuring units. The volume measuring units. Liquid. Volume measuring unit is liter or milliliter. ال volume measuring unit لما بحب أقيس حجم الحاجة الليكويد زي بالظبط كده البيبسي وزي الكولا، بروح أشتريها بقول له أنا عايز إيه؟ أنا عايز الإزازة الإيه 1 لتر. يبقى 1 لتر دي عايز الإزازة اللي هي لتر واحد، عشان الليكويد بيتقاس بالإيه؟ باللتر. خلاص؟ ولو عندي حاجة صغيرة، كمية صغيرة جدا، بقيسها بالملي ايه لتر. لو عندي حاجة سوليد، حاجة سوليد زي البوكس، الصندوق، بقول الفوليوم بتاعه بعد ما بحسبه بطلع الرقم. لو هو شيء صغير خلاص بقول ايه كيوبيك سنتيمتر. لو حاجة كبيرة جدا ضخمة بقول كيوبيك ايه متر. وكلمة كيوبيك يعني بحط الام اللي هو رمز المتر، وبحط فيها كده ايه رقم 3 من فوق. خلاص، عارفين ليه بكتب ام واحط من فوق كده 3؟ عشان انا لما اجي بحسب الفوليوم بتاع البوكس بتاع الصندوق بقول ايه لينس تايمز ويدث تايمز هاي. فانا عندي ايه 3 حاجات عملت لهم تايمز. سو لذلك لما احب اكتب كلمة ام لازم اكتب فوقها كام؟ 3. اوكي، ما تنساش ان اللتر بيساوي 1000 مللي لتر equal 1000 cubic a centimeter. Choose the correct answer. السؤال ده جميل جدا. The volume of a solid material is measured by. ها عندي حاجة زي دي شبه الصندوق. يبقى أنا هعمل length times width times height. 3 صح؟ يبقى a cubic a centimeter. أوكي؟ أوكي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وألقاكم إن شاء الله في الجزء الثالث بقى والأخير من lesson 1. هيبقى الجزء ده متعلق بالايه، في حبة مسائل كده بسيطة هنحلها مع بعض، وفي حبة اكتيفيتي هنعملها مع بعض. وان شاء الله كده يبقى احنا المرة الجاية خلصنا lesson 1، وده يعتبر من اهم الدروس اللي عندنا في unit 1. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.